وأنا عندما أرى كمال كرباش أو أسمع عن كمال كرباش أو أسمع عن ندوبة أتذكر أحمس هذا العبقري الرائع الذي طرد الهكسوس من بعد أن احتلونا 200 سنة وعاد لمصر وحدتها وعاد لمصر قوتها. أنا عندما أسمع عن مينا موحد القطرين أفخر به كمصري قوي. والحقيقة أن المصريين هم جنس سامي، ليسوا جنسا آريا جاء من أوروبا ولا جنسا حاميا جاء من أفريقيا، لكنها هجرات عربية قوية. فعروبة مصر لا جدال فيها، لذلك نقول أننا كلنا نحن للوطن الأول الذي عشنا فيه كما فعل كمال كرباش، وكما سيختار لنا الآن قصيدة من قصائده التي يحبها ويبدأ بها هذا اللقاء. حليوا معي. أولا أنا أشكر كل السادة الحضور اللي موجودين النهاردة، أشكر كبار المفكر العربي اللي تعمل النهاردة استضافة قيمة هو، أشكر طبعا كل فريق العمل المتواجد، وأشكر طبعا أستاذي الفاضل المستشار صالح فرحين، كما أشكر التواجد أستاذي عقاد النوبة الأستاذ الناقد التشكيلي والأديب سيد. طبعا كل التحية والتقدير لكل الحضور. بداية أولا أنا بعتذر لعدم وجود نسخ حاليا من هذا العمل الإبداعي، وإن شاء الله أنا لما أتضيف أعمل الفكرة بتاعكم أوجدتها على أساس أنها تتم طرحها للنقاط، بحيث أن السادة الأفاضل هيتولوا مهمة المراجعة الكاملة للأعمال الموجودة، والمجموعة كلها تم تقسيمها لمجموعتين. الجزء الأولاني كان صدر من حوالي بتاع شهرين تقريبا، والجزء الثاني صدر من حوالي 15-20 يوم. طبعا مقدمة مشكور فيها أستاذ الفاضل المستشار صالح الدين، وهو تولى المهمة بتاعي إخراج هذه الأعمال التي بلغت ما يقرب من 350 نص مختلف، ولكن بالفعل النسبة الكبرى منها كانت بتعتبر انتماء إلى الوطن الأم هي أم. المستشار صالح مشكورا طلب مني ان انا اقوم بداية بطرح احد الاعمال، فانا هختار نص هو يعتبر في بداية الجزء الثاني من مجموعة الاعمال. يا بلادي، أنت إيه يا بلادي؟ أنت أصيلة بجد. من يوم ما تهجرت أهالينا عشان بناء السد اتحملوا أحمال في الأصل كهد، وإحنا كمان عشانك حافظنا وبنسون العهد. التاريخ بقى ماضي، والسنين فضلت تمر، غربة عن أراضي، لأرض باسم وادي ليسر، كانت بلادنا جنة، النيل قدام بيوتها يمر، اتبدل بيهم الحال، وحسوا بظلم وقهر، الناس صابها ذهول، ما بقتش قادرة تقول اللي جرى ليها، ما كانش شيء معقول. القصة مش قصة سد أو فيضان وسيول،
جريمة في حقنا من فاعل مش مجهول حكم على أهلنا بأحكام سنين بتسود بوعود محدش قادر إني ليها كمان يعود. الحسرة الحسرة خلت فينا كل ليالينا سود، لكن بأمر الله نعود ويعود لنا حقنا وربنا المعبود. اوعوا في يوم تخنطوا من رحمة الرحمن، اوعوا كمان تيأسوا وتقولوا ده أمر وكان، لأن جي بلدنا مش كومومبو أو أسوار، بلدنا بلدنا كانت مملكة بين مصر والسودان. التاريخ يا بلدنا أبدا مش هننساه، كفاية دموع عددنا وصوت الألم والآه، وطول ما فينا نفس هندعي بإذن الله يتحقق لنا كل اللي نتمناه، وده مش مجرد حلم، ده أمل وثقة وثقة في الله. زي ما قلت في فكرة في إحساس في خيال في موسيقى، لجدال إنه هذه مسألة قوية جدا، والحقيقة الفكرة فكرة قوية جدا، والناس مش فاهمة فعلا. يعني أنا لما أول عمل عملته في مناقشة إحدى الروايات عن النوبة درست المسألة دراسة حقيقية، لأنه الواحد علشان يقول محاضرة أو علشان يقول دراسة نقدية يجب أن يحيط بكل مشكلات القضية. مشكلات القضية في أنه الثقافة النوبية مرتبطة ارتباط وثيق بالنيل. الطفل عندما يولد إذا لم يغطس في النيل يتشائم أهله طوال عمره. العريس إذا قبل أن يدخل بعروسه إذا لم يغطس في النيل، فارتباط وتفصيلات صغيرة كثيرة، ارتباط الثقافة النوبية بالنيل لم تكن في ذهن أي شخص من الأشخاص الذين عالجوا المسألة. والدستور الحالي يمهلهم حتى العام القادم 10 سنوات لحل هذه المشكلة، ويجب على الجميع، لأن الدستور أبو القوانين بيساند هذه المشكلة ويقول لهم لا، يجب أن تعوا تماما أن الثقافة النوبية تجعل هناك ارتباط بين النوبي والنيل. لماذا وضعت الناس في الصحراء بعيدا عن النيل؟ هذه مشكلة من المشكلات التي ظهرت، وهذا هو الصدق وصدق الانفعال وصدق الإحساس الموجود في هذه القصيدة الجميلة الرائعة. الحقيقة عندما تحدثت عن كتقديم الديوان، وأنا ناشر للجزء الأول والجزء الثاني من الأعمال الكاملة، قلت بيت من الأبيات الشهيرة وللأحرار في دمي في كل حر يد سلفت ودين مستحق. يعني الأوطان لها علينا حقوق كثيرة، نحن ندافع عن سيناء بكل ما نملك، وندافع عن القناة بكل ما نملك، لأنه الوطن الأول. ولا ننسى طبعا أن ندافع عن مصر ونقف معها وقفة شديدة، لأننا جزء لا يتجزأ من مصر، ولا نرضى لباقي المحافظات ولا من القاهرة ولا أي محافظة من محافظات أي سوء، ونقف ونتألم لها تألم شديد، لكن الوطن الأول مهم لنا تماما.